من دبي معي دكتور زهير خشيم استشاري الطب النفسي. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور زهير. عن اي نفسيه نتحدث لتقدم على هذا الموضوع، حتى لو كان يعاني من تهميش ربما من المدرسه وتم فصله لهذه الدرجه يصل الانتقام، ما الجذور؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم. ما الجذور؟ احنا بنتكلم عن الطفل العنيد. الطفل العنيد هذا كم عمره اللي بنتكلم عنه؟ هو بدأ يحس باستقلاليته من يوم بدأ يمشي ويتكلم ويأكل بنفسه. فهنا احنا ما نسميش انه هو طفل عنيد، نقول عليه طفل استقلالي، بدأ بالاستقلالية وليس بايش؟ بالعناد. هو الآن مستقل بحد ذاته. بهذه الطريقة أراد أن يثبت أنه مستقل؟ أنه مستقل، هذا واحد. اثنين، بعد كده طريقة فين الأب؟ هل الأب موجود؟ هل الأم موجودة في البيت؟ طريقة المعاملة ايش نوعها؟ كيف طريقتها في البيت عنده؟ لاحظي أستاذة، ليش أنا بقول لك فين الوالدين؟ لاحظي حاجة مهمة جدا جدا. الطفل هذا لما ولد ووصل في الدنيا هذه ما كان يعرف حاجة. الهارد ديسك أو عقله كان أبيض. إذا كل اللي اكتسبه من البيت. بس في نزعة تكون عند في نزعة تكون لديه، يعني في جذور حقيقية موجود، في قابل للعنف. عن أي نفسية تتحدث؟ بماذا متأثر؟ مظبوط كلامك. هاي لاحظي معايا، لاحظي معايا، الطفل قاعد يلعب في الغرفة تبعه وبيلعب في اللعبة هذه أو بيلعب جيم مثلا، في الأثناء هذا خسر الجيم هذا أو اللعبة ما ضبطت معه، فحيكسرها هنا، يطلع غضبه فيها ويكسرها. مين الفت انتباهه؟ اذا كان الاب موجود في البيت حيجي الاب يقول ليش بتصرخ؟ ليش بتزعق؟ اذا اثار اهتمام الاب بايش؟ نيجاتيف اتنشن. فحيزعل منه الاب وحيدخله الغرفه. فاذا هنا تربى في عقل الطفل هذا انه عشان اجيب انتباه ابويا لازم اصرخ، لازم ازعق. هذه واحده. اثنين، الطفل اللي في المدرسه هو ايش بيقول؟ بيعبر عن احساسه وشعوره في البيت. انا ابغى اب، انا محتاج اب، فين ابويا؟ بيسمع الاطفال كلهم حواليه بيقول لك ابويا ابويا بابا 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 بابا، انا فين ابويا؟ ما هو موجود. بس من ضمن المعطيات، ليس لدينا من ضمن المعطيات بانه اب الطفل الولد غير الشاب غير موجود. انا بعطيك اجمالا، انا بعطيك القصه اجمالا. الحب فين؟ الحب فين وطريقه المعامله فين؟ هذه مهمه جدا. الحب في البيت فين؟ هذا فاقد الحب والحنان، فبيروح المدرسة بيعبر ما في داخله، بيطلع بيعكس ما في داخله في المدرسة. يعني هو مش صحيح، يعني هذا الحديث ربما عن حالات نقص عاطفة، نقص حنان، تكون بطبيعة الحال لها ردات فعل سلبية من قبل الأطفال، ولكن أن نتحدث عن قتل زملائه السابقين. ليش؟ نرجع برضه نقول ليش الموضوع هذا حاصل؟ هو فاقد ايش؟ هو بيعبر عن ايش؟ هو بينتقم ليش؟ شاف خلافات بين ابوه وامه في البيت؟ شاف خلافات في المنطقه اللي ساكن فيها، في الحاره اللي ساكن فيها، في ناس بتتضارب بتتقاتل مع نفسها؟ انت بتتكلمي عن كينيا، كينيا هذه عباره عن ايش؟ ممكن تكون كينيا قريه في كينيا. شاف ان الواحد ياخذ يعني ينتقم بجراعه بالقتل. بيتعلموا الاطفال هذول، بيتعلموا. هو في كم عمره؟ 7 سنوات. شاف يا من التلفزيون يا شاف من حواليه. انا اشكرك، شكرا دكتور زهير خشيم استشاري الطب النفسي.